السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة على سعيد الشو. كلنا كنتفرجوا في الأفلام ديال الرعب والزومبي وكيبان لينا بنادم ميت وغادي كيتحرك، ولكن كنقولوا هذا مجرد فيلم وامبوسيبل يكون هذا الشيء بصح. ولكن تخيل معايا إلى قلت لك هذا الشيء بصح، تيقني. نمشيو للموضوع. متلازمة كوتار أو وهم الموت. هاد وهم الموت هو واحد المرض النفسي خطير بزاف، كيخلي بنادم يتوهم راسو ميت ويحس براسو ميت بالصح، ويبدا يشوف الجثة ديالو كتحللو، الأعضاء ديالو مقطعة، وبدا الجسد ديالو كيتعفن. هنا المريض كيحس براسو ميت وكيهمل راسو، حيت ديك الفكرة ديال أنه ميت لصقت ليه في دماغه. نشوفوا دابا الأعراض ديال هاد المرض. كاين الوسواس والاكتئاب. هنا المريض في الأول فاش يلاه كيشد فيه المرض كيبدا يتوهم شي حوايج ما كيقبلهاش العقل وما كايناش نهائيا، ومن بعد كيتطور هاد المرض وكيوصل لواحد المرحلة حادة كيبدا يتخيل راسو كيخسر الدم وكيتقطعوا الاعضاء ديالو وكيشوف راسو ميت. من بعد المريض كيولي معزول على بنادم وما كيبقاش يحس بالواقع حيت ميت نفسانيا. واكثر الناس اللي تصابوا بهذا المرض هما ناس اللي عندهم سكيزوفرينيا. نشوفوا دابا علاش سميتها متلازمه كوتار. وهم الموت او متلازمه كوتار كترجع لواحد الطبيب الامراض العصبيه سميتو جول كوتار. هذا السيد هو اول واحد اكتشف هذا المرض وسماه في الاول بهذيان الانكار. وفاش كان كيعالج واحد المريضه اكتشف المرض مزيان وسماه وهم الموت او متلازمه كوتار. هاد الطبيب كان كيعالج واحد السيده حتى بدات كتقول ليه بلي ضرباتها شي لعنه وبدات كتفقد الدم وبداو كيتقطعوا ليها الاعضاء الجسد ديالها، وقالت ليه بلي ما كانتش كتاكل حيت هي ميته ومن بعد ماتت بالجوع. هاد المرض فيه نسب متفاوته، كاينه مرحله عاديه وكاينه مرحله خطيره بزاف. المريض اللي يلاه بدا فيه المرض كيبدا يمل ويكره حياته ويحس براسو زايد ناقص وما عندوش دور في الحياه وغير متقل على الكره الارضيه. اما في المرحله الخطيره كيدخل في الاكتئاب الحاد، وهنا كيبدا يشوف اوهام خطيره ويشوف راسو ميت واخا هو ما بيه والو. نشوفوا دابا الاسباب ديال هاد اللعيبه. كاين سكيزوفرينيا، اي واحد عنده انفصام في الشخصيه غير تعرض لهذا المرض، وكاين سبب اخر كيتعتبر اكبر سبب ممكن يخليك تعيش هذا المرض، هو شي حادث تعرضتي ليه، شي اكسيدون مثلا. ولكن هاد الحادثة شفتي فيها الموت يعني نجوت بأعجوبة. شي حادثة خيبة بزاف، هاد الحادثة كتخلي فيك واحد الصدمة، وهاد الصدمة كتبان فيك من بعد كتبدا توهم بلي راك ميت داك النهار فاش تعرضتي لديك الحادثة. وبلي هادشي اللي كتشوف دابا وهاد الناس اللي دايرين بيك مجرد اوهام، وانت راك ديجا ميت وانت في عالم الاموات، وهادو اللي دايرين بيك مجرد موتى. كاين واحد الحالة على هاد المرض، كاين واحد الدري دار اكسيدون موتور 96، كما كنقولوا الموتور القاتل. هاد الدري فاش طاح تعرض لإصابة في الدماغ ديالو، ومن بعد داوه للسبيطار وداوه وخرج، ولكن هاد الدري فاش خرج تقلب 180 درجة وبدا كيطيح لهم وكيقول لهم انا ميت، هو مجرد جثه كتمشي وسط الاموات، ولصقات ليه ديك الفكره في راسه واخا هو ما وقع ليه والو ما ميتش. الدري بقى معزول وبقى كيقول لهم بلي العالم غادي يدمر، وبقى على هذا الحال حتى مات. الخوت ديروا الكاسك، الله يرحم لكم الوالدين. كيفاش نداوى من هذا المرض؟ بعض الاطباء قالوا بلي الحل هو يستعملوا الادويه المضاده للاكتئاب، ويستعملوا ادويه اللي كتعدل المزاج النفسي، ونبقاو مره نستعملوا صدمات كهربائيه. مهم هذا الشيء اللي كاين، هذا هو وهم الموت. نتمنى يكون الموضوع في المستوى ونتشوفوا في شي موضوع اخر. ايوا هذا الشيء اللي كاين في الحلقه هذه. تهلاو وسمح لينا طولنا عليكم. ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا في اليوتيوب، وكذلك تطلعوا على الصفحه ديالنا في الفيسبوك، ديروا ليها لايك باش يوصلوك الفيديو الجديد، ديروا جيم ايضا للفيديو، بارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل المعلومات وباش يعرفوا الكثير من الناس. خليوا لينا كومنتات ديالكم يعاونونا، واقتراحات الفيديو الجديد ان شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار. شكرا لكم، بيس لكم، كان معكم سعيد الجمالي. وما تنساوش ديروا الكاست.